بالخانة الثانية في جهاز الانطلاق. فتحت البوابات على بركة الله تعالى وانطلقت الأفراس المنتجة محليا عمر 4 سنوات فأكثر في شوطنا الثاني على مسافة 1800 متر للخيال السعوديين المتمرنين والمترفة المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط لسمو الانفيصل من خالد بن عبد العزيز بقيادة سامي المطلق، وكذلك خرعوبة بقيادة حسام السحيم للشريف الزاعب بن شاكر العبدلي في المركز الثاني، وغضنفرة تأتي الآن في المركز الثالث. المترفة والتنافس على أشد بين الأفراس المنتجة محليا عمر 4 سنوات فأكثر، وكذلك الخيال السعوديين المتمرنين في هذا الشوط الشوط الثاني. ولا زال سامي المطلق في المقدمة ومحاولات من محمد الدام على صهوة غضنفرة، وكذلك المحاولة تأتي من البقية للحاق بالمترفة وسامي المطلق. في هذه اللحظات التقدم يأتي كما تشاهدون لمصلحة رهد من الخارج الآن بقيادة أحمد الأزهري، والأفراس تقترب من المنعطف الأخير وبداية الخط المستقيم بعد لحظات. المترفة بداية الخط المستقيم، والمترفة المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط بقيادة سامي المطلق تتقدم. المترفة ابنة ريبن لايت تتقدم مع محاولات من رهد بقيادة أحمد الأزهري. المترفة 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 تتقدم، المترفة تتقدم مع محاولات من غضنفرة وكذلك رهد. غضنفرة المركز الثاني والمترفة المركز الأول ورهد المركز الثالث. إذن المترفة المركز الأول، غضنفرة.